في الخبر الأول، اليوتيوبر الشهير والوسيم أبو هيكل يبدأ سلسلة جديدة باسم نشرة أخبار الهياكل التي تأتيكم كل يوم ثلاثاء بتوقيت دولة الهياكل. في الخبر الثاني، أكبر يوتيوبر بالوطن العربي نور ستار استعمل عملية قص خشم، وأنباء تقول أنهم استعانوا بجرافة لكي ينقلوا بقايا خشمها الذين قصوه بالعملية. وفي الخبر الثالث، اليوتيوبر الشهير دايلر قدوة الشباب في الوطن العربي يخرج حديثا من السجن بتهمة تعاطي المخدرات. والآن أترككم مع التفاصيل مع اليوتيوبر الوسيم أبو هيكل. والله أنت الوسيم حبيبي، يسعدنا. يا ريت كل المذيعين زيك يا زلمة. حبيب قلبي والله يستر. يسعد. خلاص حل عن أمي يا زلمة، أنا قرفان حالي. أهلا فيكم يا جماعة بأول حلقة من سلسلة نشرة أخبار الهياكل. راح تجي كل شو صار بالأغنية؟ أسبوع إلك سنة بتحكي أسبوع. لا جد هالمرة أسبوع والله. اول خبر معنا اليوم يا جماعه، نور ستارز اكبر يوتيوبر بالوطن العربي غيرت خشمها. لازم نحط لها ايس هسه. هيك صاروا اليوتيوبر، اي شيء ما بيعجبهم بحالهم بروحوا بقصوه، ولا كانه في اختراع جميل اسمه حب حالك. حب حالك يا اخي، انا لو اعمل زيهم اروح عند دكتور اقص الاشياء اللي مش عاجبتني بحالي، اقسم لا ما برجع غير عندي بنكرياس بس بكل جسمي، بقص خشمي واصبع ايدي الكبير والصغير وبقص اذاني. بس الغريب بالموضوع اصلا انه خشمها بتجنن، خشمها ما في شيء، اقسم بالله العظيم مستعد ادخل بعلاقه حب بس مع خشمها لحاله. قد ما خشمها حلو وكيوت هيك بتحس اذا بتعطس بنزل منه شعر البنات. انا تص بنزل خشمي 2 مصاروة، ولو بدي اعمل زيها واغير خشمي ما بزبط اروح على دكتور، انا خشمي بده نجار يقصه بمنشار خشب. المهم يا جماعه، اجت نور ستارز نزلت فيديو على العمليه وكانت مدته تقريبا نص ساعه، ولك لو بدك تصوري عمليه الخشم كلها لايف تطلع 11 دقيقه معي. طب لو انك عملتي عمليه وشلتي لوزك مثلا شو بتكون مده الفيديو؟ 3 شهور. والله لو انك عامله عمليه ارهابيه بدهاش فيديو نص ساعه. ولك اذا فيلم وثائقي عن قصه حياه هتلر مده ربع ساعه، خشمك عمليته نص ساعه، ليش بدك تقصوه بمقص اظافر؟ المهم خلينا نشوف الفيديو تبعها مع بعض. انا بخاف من الدم كثير، وبخاف من الأبر كتير، وبخاف من ريحة المستشفى أصلاً، وبخاف من الدكاترة جداً، وبخاف من أخو الدكتور الصغير، وبخاف من خطيبي الممرضة الموجودة بقسم الولادة، وبخاف من المكنسة المحطوطة باب المستشفى. خلاص ما دامك بتخافي من كل هالشغلات الموجودة بالمستشفى ليش تروح عليها؟ ظلك بالدار واعمل تحديات لأندوم الحار وجيب المشاهدات من المتابعين الأغبياء وخلص. بعدين ليش قاعدة بتحملين جميلة إنك عاملة عملية تجميل خشمك؟ أنا شو دخل أمي؟ إن شاء الله عاملة عملية قص راسك ومركبة بدالة طنجرة ضغط، مش مهتم. العملية هاي عم فكر فيها من سنين، ما بدي اياك تفكر او ما بدي اياكي تفكري انه هذا القرار اخذته مبارح او من شهر واليوم نفذته، لا، القرار اجا بعد سنين من التفكير. سنين من التفكير تاروح على اي دكتور تجميل متخرج له 3 ساعات اعطيه 750 ليرة ثاني يوم بعمل لك اياها. وتسألنيش ليش بعرف السعر، ما بعرفش كيف بعرف سعرها. سنين من التفكير. ترى عاملة عملية تجميل لخشمك مش ماخذ كأس العالم، تقري فيش أمنا. هي هيك عملية تجميل خشم وقعدت سنين تفكري، طب لو لا سمح الله عملية أكبر منها كم تقعد تفكري؟ بتعيش وبتموتي وانت لسه بتفكري، بتطلع في فيديو بتحكي والله قعدت 82 سنة وست شهور وأنا أفكر أعمل هاي العملية. إذا بعدك ما اشتركت بالقناة اشترك بالقناة. خلينا نجيب الدرع هذا، ترى مش ضايل كثير ومنجيبه قربنا كثير والله. هذا الدرع حلمي، ساعد هذا الشخص البائس بأنه يحقق حلمه. والله ما اقنعتك، اقنعتك ولا لا؟ راح اغير ثيابي هلا، بشوفكم بعد شوي. لا فيش داعي نروح نرجع بعد شوي، خلص هينا قاعدين عادي، فيش حدا غريب يعني. هاي شباب مالكم، هاي قناه عائليه مالكم، استوا على حالكم. بتحاضر من الفيديو اكثر من 20 دقيقه والفيديو فاضي حرفيا، كله مطاعم وطلعات وحكي بالسياره، بتحاول تخلي الفيديو اطول وقت ممكن عشان تحط فيه اكثر عدد من الاعلانات. لازم نحط لها ايس هسه، بروح نحط. قالوا التوتش ايز انت بالبيت وين حطيتي حتنجم؟ طبعا زي ما احنا شايفين نور عملت عمليه لخشمها، طلعت على كرسي متحرك، مش عارف هي عامله عمليه لخشمها ولا لركبتها. والله لو خشمك موجود باجرك مركبينه هيك بدل اصبع اجرك الكبير مش لهالدرجه. اقسم لا ذكرتيني بحالي مره، ابوي مسكني هارب من المدرسه اجى شبطني كف، انا عشان احزه على حالي وما يضربني اكثر فصرت اعرج، فانه احا شو دخل خدك باجره؟ فهو بقول لي انا ما راح اضربك اكثر من هيك، مش لاني حزنت عليك، لا لانك غبي، بشوطك كف على وجهك تتوجع من اجرك. بعدين لاحظوا انتظروا الجزء الثاني لعمليه خشمي، والله لا تحلب ام خشمها مشاهدات ليوصل الجزء 614 لتصير تدحش كلمه خشمها بكل العناوين عشان المشاهدات. عادي ممكن تنزل فيديو اكل يكون مكتوب فيه شوفوا شو صار بخشمي وانا باكل بطاطا. ومش بس نور ستارز اللي عملت عمليه تجميل خشمها، تقريبا كل اليوتيوب
اليوتيوبرز البنات الكبار في العالم العربي عملوا هاي العملية، وهذا الاشي له أثر جدا سلبي أكثر ما بتتوقعوا على المتابعين البنات اللي بحضروهم. والاشي اللي قاعدين بوصلوه هذول المشاهير البنات للبنات اللي بتابعوهم إنه عادي خشمك ما عجبك عند أي دكتور وقصه وانتهى الموضوع، ولا كأنه في شيء اسمه الثقة بالنفس، ولا كأنه في شيء اسمه تقبل حالك. خلاص أهم شيء نطلع حلوين قدام الكاميرا، لو كان شخصياتنا زبالة ومحتوانا خرخ لا المهم نطلع حلوين وخشمنا صغير. صارت أي بنت يوتيوبر صار عندها 7 مشتركين 6 منهم أصحابها، أول شيء تعمل تروح تعمل عملية تجميل لخشمها، بتحسوا صار البروتوكول باليوتيوبر البنات، بتحسوا خلاص ما بزبط تكون يوتيوبر بنت وما تعمل عملية تجميل لخشمك، حتى لو خشمك حلو ما بده شيء، عادي خشمك صغير بعمل عملية بكبره، المهم أعمل عملية خشم، دبر حالك أي شيء. طيب خلاص سيبنا من نور ستارز، خلينا نروح ننتقل للخبر الثاني. هاي نور ستارز. الخبر الثاني يا جماعة انه دايلر طلع من السجن بعد ما كان محبوس على تهمة تعاطي المخدرات، وتحول شكله من هيك لهيك، وهاي هي نهاية الهياط يا جماعة. الهياط هو انه يكون معك كثير مصاري وتحمل ام الناس جميلة انه معك مصاري، كمان شوية بدك تشخ على الناس بمصاريك. واسم دايلر اصلا ماخذ من كلمة ديلر، ديلر اللي تعني تقريبا تاجر المخدرات الكبير او هيك اشي، متخيلين هيك شخص هو قدوة لكثير من الشباب العالم العربي. بعدين شوفوا كيف تغير شكله من شاب كيوت مستعد يعمل اي شيء عشان البنات يحبوه لضابط بسلاح الجو، اقسم بالله العظيم شواربك شوارب ضابط صف بالجيش. خلينا نشوف فيديوهات قناته الجديده بعد ما طلع من السجن. راح ترجع شعرك كيرلي بالمستقبل؟ والله شوف الكيرلي كان قصه حب لا تنتهي يعني. اكيد بده يرجع شعره كيرلي، ولا كيف بده يرجع كل البنات اللي كان يحبوه؟ مش عارف ليش كل الناس شعرهم كيرلي بيكونوا كلاب مشاهدات. قصدي عنه مالك طلعش علي زي هيك. المشكله انه انا اصلا شعري كيرلي بس بضل لابس طقي عشان ما واحد يجيك راس امه مربع يقول لك بتقلد احمد ابرو، ولك يا متخلف الله خلقني شعري كيرلي شو اعمل؟ لما انولد ما بيكون مع امي كتالوج انقي منه شو بده يكون شكل شعري. وعسيره التقليد والسرقه شكلي قريبا راح اعمل حلقه على يوتيوب، عمل سيت اب جديد وسرق مني فكره الحيطه هاي بالضبط حتى ما اخذها مع الاسماء نفسهم. هل انت مخطوب؟ مخطوب انت بدري مخطوب، تزوجت جبت عيال؟ بابا خذ خذ روح البقاله لا ترجع. وش صار لاخوانك بعد؟ بعدين دايلر ليش لابس تمثال كلاب يعني؟ شو بصير معاك؟ فضلي احكي لي يا زلمه، اقسم بالله بحضر الفيديو مستنيك تعوي بالغلط، يعني عندك واحد اصلع لابس تمثال كلاب وشواربه زي الباركود تبع السوبر ماركت، احا فيلم رعب هذا. ليش دخلت السجن؟ هذا اكثر سؤال ينسال، طبيعي ينسال لان سنه كامله انا كنت مختفي فيها، صحيح مو بانا اللي كنت انزل صور ولا اللي انا قاعد انزل مقاطع. طبعا عامل مقطع اسمه ليش كنت مسجون وعلامه سؤال انه خلص بده يرد على الجواب، والفيديو كامل بتحضر منه بيحكي عن القصه كلها 5 ثواني وما بيجاوب، يعني انتم متخيلين انه في واحد قاعد بيستغل انه انسجن عشان يجيب مشاهدات من هذا الاشي اللي صار معاه؟ اقسم بالله العظيم انه هذا تحول لمرض نفسي عندهم والله، يعني مش كثير في فرق بين خشم نور ستارز وبين سجن دايلر، الاثنين راح تضلوا تشوفوهم بعناوينهم من هون لثمان سنين لقدام عشان المشاهدات. هيك وخلص الفيديو تبع دايلر، استخدم السجن بالعنوان بس ما جابش سيرته، كذب على الناس، جاب ملايين المشاهدات وعادي، الناس بعدها بتحضر ومتابعه ومهتمه. طيب يا اخوان الاغنيه كثير قربت وما لها وقت معين انها تنزل، ممكن تنزل في اي وقت، فعشان تشوفها وتسمعها اول ما تنزل فعل زر التنبيهات اللي تحت، وانا مني وعلي بوعدكم بشيء قوي، وبعرف اني حكيت تنبيهات مش تنبيهات بس ما راح اعيد المقطع، وبس والله يا جماعه لا تنسوا لايك، شير، منشن، سبسكرايب، الحكايات هاي بتعملوها دائما، ولا تنسوا بلاتين ومربع 5 أشخاص شويه من كومنتات كل فيديو بعلن عنهم في نهايه كل فيديو، ونشوفكم بجد سيبي ساوت. Tom 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 Tom